في إطار جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة والرامية لتعزيز الأمن والأمان في جميع مناطق الإمارة، دشنت القيادة أخيرا مركبة شرطية تعمل على توفير الدعم السريع لمرتدي المناطق البرية والصحراوية. حمد الكندي والتفاصيل. حبات رمالها الصفراء وتضاريسها الوعرة التي تضفي على عشاق المغامرات طابعا خاصا، وعشاق السياحة البيئية بعداً آخر من الجمال. إنها المنطقة الوسطى التي باتت اليوم وجهة للكثيرين لقضاء أوقاتهم في رحاب الطبيعة كغيرها من الوجهات، وهو ما تعيه الجهات المعنية في الإمارة العاملة على أن تكون تجربتك في تلك المواقع آمنة حتى في أصعب الأوقات. إذا تعرضت لمثل هذا الموقف في المناطق الصحراوية فلا تقلق، فشرطة الشارقة دائما موجودة لأجلك ولأجل سلامتك. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام. أنا مغرز في منطقة الفاية واحتاج مساعدة. فبمجرد الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بشرطة الشارقة يتلقى مركز القيادة العامة البلاغ ليتم إرسال المستجيب الأول ليقدم لك العون سريعا. تحقيقا الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية ضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث وتعزيز جودة الحياة الأمنية والمرورية، بتوجيهات من سعادة القائد العام اللواء سيف الزري الشامسي تم تدشين سيارة الدفع الرباعي من نوع فورد رابتر بالمنطقة الوسطى، بالإضافة إلى أسطول الدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهذه المركبة مخصصة ومجهزة للمناطق البرية والجبلية لسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة بالمناطق الوعرة والتي يصعب الوصول بالدوريات الغير مجهزة، والتي كانت إحدى التحديات التي نواجهها للبلاغات وسط المناطق البرية. كل هذا يأتي في إطار دعم وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والأمان في جميع مناطق الإمارة، وتأكيدا على دور شرطة الشارقة الأمني والمجتمعي، كيف لا، فهم العيون الساهرة. إذن بهذه الخدمة تؤكد شرطة الشارقة وجودها ودورها الأمني والمجتمعي لأجل سلامة وأمن زوار مختلف مناطق الإمارة الباسمة. لأخبار الدار، حمد الكندي، الشارقة.